بال 2002 بورشة قرر انهم يطلقوا هاي السياره، وكانت واحده من انجح سياراتهم على الشارع اولى يومنا هاد. الاي 1 هي اللي عم نجربها اليوم، لانه هاي السياره عم بتفرجينا قد ايه انها صلبه. اذا هاي عاشت 20 سنه لقدام، اليوم بالصحراء عم بتكون سياره جباره بطريقه مو عاديه، عم تستحمل دعك في تعديلات بسيطه مش إشي كبير على السياره. فما بالك بالاي 3 اللي هي السياره اللي موجوده اليوم، قد ايه راح تعيش لقدام. السياره عملت نجاح مش عادي في وقتها، فعليا لما طلعنا فيها هلا جربناها ولسه عم نجرب السياره، عم تحمل كانها سياره زيرو، ما عم بتحس انها سياره عمرها 20 سنه. لا اصوات، لا حركه زياده بالستيرنج، لا فراغ. السياره ابدعوا فيها بتعديل بسيط عملوه ابو ظبي علي واولاده، وحتى فرع دبي او وكاله دبي نابودا عملوا هاي السياره، عملوا 6 سيارات، وهدول السيارات راح نشوفهم في ايكونز اوف بورشا في شهر 11. هلا نحن بوحدة من الكاينز. هلا الكاين هاي هي اي 1 اسمها. شو يعني اي 1؟ يعني كيف مثلا تيجي بتحكي بالجولف ام كي 1، فهي اول جنريشن. هاي السيارة اول جنريشن من الكاين. اليوم واحدة من الاشياء اللي عم بثبتوها بورشا بهاي السيارات هي انه صار لها 20 سنة بالشارع وجاهزة هلا انها تتغير لسيارة اوف رود، وما عندك مشكلة وما عندك اعطال، او انه سيارة مش قادرة، او انه سيارة خلص خلص عمرها. بالعكس، السيارة هلا عم تتغير وعم بيحولوها الناس لتصير سيارة اوف رود. في قدامي اكثر من فيرجن، في كاين جي تي اس، هاي اللي معي كاين اس 8 سلندر، طبعا هذا الطبيعي كان بهذاك الوقت. تركب من جوا عم بتشوف لكجيريس كار، يعني عم بتشوف الاوبشنز والخشب. واحدة من السيارات قبل شوي كنت بفتح الصندوق تبعها كان اوتوماتيك، ترجع بتكبس بنزل. ولكن السيارات هاي مجهزة للصحراء. كيف يعني؟ يعني انمسكت، ارتفعت شوي، نحط عليها ليفت كيت، نحط عليها جنطات مختلفين يقدروا يمشوا مع الصحراء. طبعا كل واحدة من اللي قدامي واللي وراي عليها تعديل معين عشان يفرجيك انه شو الاوبشنز اللي بتقدر تاخدها. جهزت جديد السيارات، ولكن هلا اول مرة عم تتجرب، عم نجربها بالصحراء. فعليا فاجأتنا السيارة، يعني هلا كنا على نزلة جد صعبة، حطينا سنتر دفع، عملنا له لوك ونزلنا. السيارة نزلت بكل بساطة، ارتفاع عن الأرض منيح، في منهم البمبر اللي قدام مقصوص ومحطوط عليه حديد مدعم عشان الجراوند كليرنس، وعشان إذا ضرب بإشي لا سمح الله ما تكون الضربة تبعته مزعجة بالمرة. السؤال كان هل هاي السيارات تنباع؟ نعم، ممكن أنك تشتري واحدة من هاي السيارات من الوكيل، تروح عنده، أو تشتري قطع هاي السيارات، إنه أنا بدي أغير سيارتي من الكاين 2002 2003 2007 اللي عندي وبدي أشتغلها بطريقة تانية. كمان شوي رح نطلع على الاي 3 اللي هي اخر فيرجن من كيان اللي اطلقوه بال 2017 لحتى نشوف شو بيقدر يعمل على الصحراء. كل شوي عم نروح على طريق معينه، فيومنا طويل كثير، رح احاول افرجيكم كل شيء عم بصير. شكرا بورشا كبدايه، بورشا ابو ظبي، بورشا دبي، شكرا انه احنا قادرين انه ناخذ هاي السيارات على الصحراء. ومش بس هيك، السيارات قادره على انها تكون بالصحراء بلا شك. فعليا هلا نحن على مكان كله روكس، صخر مش سهل، نزلنا نزول عن جد كان صعب. السياره اذا بتشوفها من السايد الثاني عامله فليكس، عجل طالع والثاني نازل، مش الفليكس الاكبر فليكس في العالم، لانه بالنهايه لكجيريس سبورت كار، ولكن تقدر تمسكها وتطلع فيها على الصحراء بدون ما حتى تتوتر. الشباب كلهم عم بجربوا السيارات، اشي بخوف. إذا الكيان القديمة عملت زي قبل شوي، هاي شو راح يصير فيها بعد 20 سنة؟ أنت فاهم إنه هاي السيارة تقدر تنزل فيها على الصحراء وتروح تضلك طالع على الحلبة؟ أنا بالصحراء ببورشا كيان، مش عارف أنبسط ولا أزعل. أنا متفاجئ، أنا والكل على فكرة، بس أنا متفاجئ زيادة، لأنه كيف يعني بتقدر تاخذ سيارة بهالحلاوة على الصحراء، وبتقدر تاخذ سيارة بهالحلاوة على حلبة، وبتقدر تطلع فيها مع أهلك وناسك وأصحابك ومشاويرك واجتماعاتك؟ لا 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 لا، أنا بشكر يعني كل حدا ساهم بإنه نوصل لهون.
اليوم البوزيشن تبع بورشا عم بتغير بهاي التجربة. فعليا اول مرة بورشا عم تتاخذ على الصحراء وبتتجرب بطريقة اوفيشل، وفعلا واضح انه جماعة بورشا كانوا واثقين. لما بلشنا ندخل على الصحراء كان السؤال هل راح ندخل نغمق لجوا؟ قالوا لنا نعم. طب هل السيارة حتحمل؟ احنا كنا خايفين، معنا سيارة غالية، سيارة مرتبة، سيارة لكجيريس سبورت كار. قلنا اوكي، بالنهاية انتم اللي ساعدتونا ناخذ هذا القرار. ولكن جوا الصحراء تخيل سيارة لونها من جوا بهالحلاوة وشكلها بهالحلاوة. انتم ما بتعرفوا قد ايه حاولت اني اضغط وازيحها لدرجة انه بسيارة تانية ممكن تغرز، والسيارة مش عم بتغرز. كانت كان مفاجئ. المودز مش مضطر انك تكون احسن درايفر بالعالم، مش مضطر انك تكون اشطر واحد بالصحراء، ولكن بس مضطر انه يكون معك مصاري تشتري البورشة. انا جد مش عارف شو احكي لسه. هلا نحن في مرحله الصخر وحندخل في مراحل اغمق من هيك لسه. دخلنا كم من دخله شوي كانوا تقال، ولكن مستغرب انه السياره زيها زي السيارات اللي بتطلع فيهم افرود بالعاده. حنطلع طلعه شوي بتخوف من منظرها. اللي كنت بحكي انه بالكيان القديمه كنت انت لازم تكون حدا كثير عندك خبره بالافرود لحتى تحدد اي دف بدك تعمل له لوك هلا، وشو المود الاحسن انك تكون عليه، ارتفاع السياره. هلا هون انت بس نقي الارض من السكرين. في عندك هون اوفرود اوبشن، اذا بتكبسه بيطلع لك خيارات مد ساند روك او جرافل. فانت بتقرر تحط اللي بدك اياه حسب شو انت شايف انه الشارع اللي قدامك محتاج. فنحن هلا الشارع كله تحكينا صخر، حطيت روك عمل دف لوك لحاله، انا ما تحكمت بولا شيء. فمو مضطر حتى انك تكون حدا عندك اكسبيرينس كتير كبيره عشان تاخذ هاي السياره اوفرود. فكرا شايفين الحلاوه اللي احنا فيها، شايفين الالوان تاعت السياره، الستيرنج تاع السياره بورشا ستيرنج جديد، هذا انا يعني بهبلني بس اشوفه تحديدا مع المود سلكتر اللي موجوده هون. السياره ما اعطتني ثقه بالصحراء، وهذا إشي احنا مش متعودين، بس احنا ما عمرنا جربنا ناخذها على الصحراء، فهي مفاجاه إلي ولكل الناس اللي معي. هلا الكل عم بتطلع انه مستغربين كيف اللي قبل 20 سنه ماشي امورها تمام وتعدلت طلعت صحراء، وكيف هاي اللي طالعه ستوك من الشركه السياره لسه مش ماشي إشي صارت هيك. طبعا يا جماعه السياره مو محتاجه انك تعطيها كتير باور لحتى تمشي، اوريدي السياره قويه كتير، فما بتحتاج انك تدعس دعسه كامله على الاخر عشان تمشيها. تتصدق ايش بالصحراء؟ يا جماعه ضروري ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تاع سترايف ميدل ايست على اليوتيوب هلا لحتى تحضروا هاي الحلقه وحلقات تانية كثير. وانا باسل مفرج وهذا سترايف.